ناس كتير مننا بيجي لها حاله احباط وحاله زهق وكسل كده، وخلاص ما عندهاش خلق ان هي تذاكر ومفيش طاقه ان هي تكمل مذاكره. ده بسبب الضغوطات مثلا اللي هي بتتعرض لها، سواء من الاساتذه او من الاهل او ضغوطات شخصيه، فبيبتدي واحده واحده يستسلم كده عن الحلم اللي هو عاوزه. السبب في حاجه زي ديت هو ان مفيش دافع قوي بيقويه على المذاكره وبيقويه ان هو يستحمل الضغوطات بتاعته. فالهدف من الفيديو ده ان شاء الله ان انا اوضح يعني ايه الدوافع وايه الحاجات اللي هي ممكن تكون هدف قوي بالنسبه لك تخليك فعلا تذاكر وتستحمل الضغوطات اللي انت بتتعرض لها. فاصل ونبدا الفيديو بتاعنا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه محمد العدلي. ايه الحاجات اللي ممكن تكون دافع بالنسبه لي ودافع قوي تخليني اذاكر وما احسش باحباط ولا كسل ولا خمول ولا اي حاجه واستحمل كل الضغوطات اللي انا بتعرض لها؟ اول حاجه انت ممكن تفكر فيها هي القيمه بتاعتك، قيمتك وسط الناس. مفيش شك ان مستوى التعليم بتاعك بيحدد جزء كبير من قيمتك في وسط المجتمع. يعني انت هتلاقي في ناس كتير بتسال السؤال ده: هو انت في كليه ايه؟ هو انت خريج كليه ايه؟ هو انت وظيفتك ايه؟ هو انت شغال فين؟ تلاقي السؤال ده في ناس كتير بتسأله. بناء على الإجابة بتاعتك على السؤال ده تلاقيه بياخد انطباع أولي عنك، بعيدا عن إن الحاجة ديت صح أو غلط، ولكن ديت حاجة موجودة في المجتمع بتاعنا وصعب إن إحنا نغيرها. مش موجودة بس في مجتمعنا المصري، لا، في أغلب الدول العربية هتلاقي موجود الثقافة دي. فأنت ليه ما يبقاش ليك مكانة كويسة مثلا في وسط المجتمع بتاعك؟ إيه يعني لما تهين نفسك شوية في المذاكرة؟ وإيه يعني لما تتعب شوية؟ إيه يعني لما تتخلى عن وقت اللعب بتاعك أو وقت مثلا إنك تخرج مع أصحابك؟ ما أنت في الحياة ديت لازم تضحي بحاجة عشان تاخد حاجة تانية، بس أنت تضحي بحاجة هينة قصاد إنك تاخد حاجة كبيرة. فالحاجة الكبيرة هي قيمتك، لأن قيمتك ديت هتفضل معاك من دلوقتي لحد ما تخرج من الدنيا ديت على خير، لحد ما تموت قيمتك ديت هتفضل معاك. فإيه اللي يمنعك ان يكون ليك قيمه كويسه في وسط الناس؟ ما الناس كلها يعني عاوزه تطور من مستواها الاجتماعي وعاوزه تشوف نفسها في مكانه افضل، عاوزه تتعامل مع مستويات افضل، عاوزه تعيش في حياه افضل. فالكلام ده كله تعليمك بيأثر فيه بشكل كبير. كل ما انت تعليمك بقى احسن ومستوى تعليمك بقى ارتقى، كل ما قيمتك في المجتمع زادت، كل ما احترام الناس ليك زاد، كل ما قيمتك في المجتمع بقت احسن. فديت حاجه في ايدك. ايه يعني لما تذاكر مثلا شهرين ثلاثه اربعه باقيين وتشد على نفسك شويه وتوصل للهدف اللي انت عاوزه؟ ما فيهاش اي مشكله. كمان في حاجه انت ممكن يعني تشوفها دافع ليك او حاجه بتحفزك كده على المذاكره، او انت كل ما تحس انك مش عاوز تذاكر تفتكرها فتقوم تذاكر. ايه هي؟ يوم النتيجه والفتره بتاعت التنسيق. ازاي؟ يعني يوم النتيجه ده انت هتلاقي كل الناس مستنيه تشوف النتيجه بتاعتك، مش بس بيتك واهلك، لا، يعني كل المنطقه بتاعتك مستنيه مثلا تشوف انت هتجيب كام. ايه المشكله لما انت تجيب مجموع عالي وتفرح نفسك وتفرح اهلك وما يبقاش مثلا نفسك مكسوره ولا حد يبص لك بصه وحشه ولا حد يكون شمتان فيك ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله. مش احسن ما انت مثلا تجيب مجموع لا قدر الله انت يعني مش حابه، مجموع انت ما كنتش عاوزه، وتقعد بقى مثلا في اوضه زعلان وقافل على نفسك؟ وتلاقي في ناس بقى اللي يعني الحاجه اللي تحزنك اكتر ان تلاقي في ناس هي كانت مستوياتها التعليميه قبل كده اقل منك، هم جابوا مجموع اعلى منك وهيدخلوا مثلا الكليه اللي انت كنت عاوزها، وانت يعني مش قادر تعمل اي حاجه بسبب ان مفيش يعني مفيش مجموع انت جايبه يوصلك للهدف ده، ومع ان كان في ايدك الفرصه، كان في ايدك انك تشتغل على نفسك وتشد على نفسك شويه وتذاكر اكتر. في ناس تقول لك يعني ايه اللي هستفيده مثلا لما انا اجيب مجموع كبير؟ انا مثلا دلوقتي ما عنديش يعني هدف ان انا ادخل كليه معينه، ايه اللي هستفيده بقى لما اجيب مجموع كبير؟ ما انت لما تجيب المجموع الكبير هيكون معاك فرصه انك تختار كذا كليه. يعني انت لما تجيب مجموع كبير يبقى انت كده فوق التنسيق، انت اللي بتتحكم في التنسيق، انت اللي بتختار الكليات بمزاجك، عكس ما انت تجيب مجموع معين فالتنسيق هو اللي هيتحكم فيك، هيقول لك ادخل الكليه دي، المجموع بتاع الكليه ديت انت مش جايبه، هيقول لك ادخل الجامعه دي، الجامعه دي انت ما ينفعش تدخلها لانك ما انتش جايب مجموع الكليه ديت فيه. فانت لما تجيب مجموع عالي انت بتتحكم في التنسيق، انت بتختار ما بين الكليات كلها على مزاجك، بتشوف كل كليه كده يعني شكلها عامل ازاي والمواد فيها عامل ازاي والناس اللي بتتخرج منها شغاله فين والمرتبات بتاعتهم عامله ازاي وكده. لان برضه احنا عارفين دلوقتي ان في كليات يا اما تطلع منها تشتغل او تدور شويه وتلاقي شغل، يا اما اساسا ما لهاش شغل فالناس بتوعها بيشتغلوا في وظائف ثانيه والحياه معاهم بتبقى صعبه شويه. فانت لما تجيب مجموع عالي ديت هتسهلك حاجات كتير في حياتك وهتختار حاجات يعني انت شايفها كويس احسن ما يتحكم عليك حاجات معينه. فدي برضه حاجه تاخد بالك بيها. عاوز اختم الفيديو بحاجه بسيطه. يعني السنه ديت تافهه جدا وسهله جدا، وانت للاسف الشديد مش هتحس بالنقطه ديت الا لما تخلص السنه ديت وتوصل للجامعه. هتوصل للجامعه مش هتلاقي فيه ملخصات، مش هتلاقي بقى فيه حاجات اللي هي بتسهل عليك المذاكره، مش هتلاقي بقى فيه كتب خارجيه ومنزله اجابات ومنزله شرح والكلام ده، انت هتقعد تعافر كده عشان توصل للمعلومه، هتدور في المرجع ده وتشوف المصدر ده على النت وتشوف ده على اليوتيوب وتشوف معيد وتشوف دكتور وتشوف مش عارف مين،
هتتعب عشان تلاقي المعلومه. انت دلوقتي المعلومه كلها قدامك وكل حاجه بالنسبه لك سهله، يا دوب بس بيقول لك ذاكر، فانت ذاكر عشان توصل للهدف بتاعك. حاجه مش صعبه، حاجه بس عاوزه ان الواحد يكون ايه، عنده شويه عزيمه كده جواه، وحاسس بالظروف اللي حواليه، وحاسس بتعب اهله، ويتعب ويستحمل عشان يوصل. وبمجرد ما انت تلاقي انك جبت مجموع كويس وفرحان ودخلت الكليه اللي انت عاوزها، هتنسى بقى كل الايام الزباله اللي انت عشتها في الثانويه، وكل الايام السهره، وكل ايام التعب. بس الحاجات دي فعلا تستاهل انك تتعب شويه عشان بس. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله، وتوصلوا لاحلامكم وطموحاتكم. اشوفكم فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.